بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو بشرح درس بطولات من الأردن. سنبدأ بالقراءة أولا. بطولات من الأردن. على شاطئ البحر الميت كان الوالدان يستمتعان بالنظر إلى طفليهما مريم وماهر وهما يلعبان بسعادة. فجأة هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض البحر. بدأ الوالدان يصرخان ويستنجدان فتجمهر الناس، لكن أحدا لم يجرؤ على المغامرة بدخول المياه، وما هي إلا لحظات حتى اختفى الطفلان وراء الأمواج. مضت الدقائق وقد استبد القلق بالوالدين على طفليهما، فإذا بأحد أبطال الدفاع المدني في أردننا الغالي يقفز وسط الأمواج لإنقاذهما، فسحبته كما سحبت الطفلين، واختفى هو الآخر عن الأنظار. توجه المنقذ إلى مريم فوجدها متشبثة بيد أخيها وهما يصيحان وقد أشرفا على الموت. وفي هذه اللحظة الحرجة تدخل البطل من رجال الدفاع المدني وطلب إلى الطفلين الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر الشديدة الملوحة، وحاول العودة بهما إلى الشاطئ، لكن الأمواج حالت دون ذلك. وبعد ساعات في عرض البحر عم الظلام أرجاء المكان وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير. ومع ساعات الفجر الأولى تمكن البطل من الوصول إلى شاطئ البحر الميت في منطقة أريحا بفلسطين، ومعه الطفلان وقد استنفد طاقته تماما، فأجريت له وللطفلين الإسعافات الأولية. بعد 16 ساعة عصيبة عاشها الوالدان ارتدت الروح إليهما حين دق جرس الهاتف، فسمعت الأم صوتا يقول: ماما أنا مريم وأخي ماهر معي، نحن بخير. لم تصدق الأم ما سمعت، ثم سقطت مغشيا عليها. حظي البطل المنقذ بلقاء سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وتكريمه، فقد أمر بترقيته ومنحه وسام التضحية والفداء تقديرا لشجاعته وبسالته التي ليست غريبة على أبناء الدفاع المدني. إذا